السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المرأة ناضلت في حق الراجل، في حق الطفل، في حق بلادها، ناضلت قومات باش حرت بلادها. كل شيء في المجتمع، ولا ما كانتش المرأة ما كاين حتى شي حاجة. المرأة هي كل شيء في الحياة، المرأة راه مناضلة، المرأة راه كتخدم، كدير أي حاجة. بالنسبة للمرأة راه هي نصف المجتمع كما كنقولوا، والمرأة كما كانتش راه ما غاديش يكون الراجل. والمرأة هي المسيرة، هي اللي كتصبر، هي اللي كتربي، هي اللي كتصبر، هي اللي دوزنا تمارة ودوزنا الغراي ولا مكنين ولا مكنين، دوزناها تاع الله ورسول الله، ماشي كبحال اليوم هي عند راجل وكتخطب راجل. هذا ما كاينه، هذه نقولها وخا تكون بحالها عندي. الله يهديهم. الله يهديهم. وشكرا على المناسبة، شكرا جزيلا، شكرا. المرأة اليوم هي أمنا، هي أختنا، هي اللي هي كل شيء في المجتمع، ولا ما كانتش المرأة ما كاين حتى شي حاجة. المرأة كت دير مع الإنسان أي حاجة مهمة في البلاد. واليوم تنشكروا سيدنا ونشكروا الدولة المغربية، والحمد لله اللي ربي عطينا هاد النعمة ديال سيدنا اللي مشرفنا، وهو دير بينا حاجة مهمة للإنسان كله في سعيد العالمي عايش بخير الحمد لله. شكرا. المرأة هي كل شيء في الحياة، المرأة راه مناضلة، المرأة راه كتخدم، كدير أي حاجة غادا عليها راه كديرها، سواء ثقيلة عليها سواء خفيفة عليها راه كديرها، كتوصل ليها فما بغاتوصل راه كتوصل. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله، الحمد لله في العمل ديالك اليومي، عندك وليدات كتخدمي عليهم الحمد لله ومرتاحة؟ عندي وليداتي خدامة عليهم الحمد لله مرتاحة، أنا راضية بالخدمة ديالي الحمد لله، اللهم خدامة ولا جالسة ونمد يديا، أنا مرتاحة، أي حاجة نقدر نديرها خصني نديرها دراعي. شكرا. خدموا هذا الشيء على وليداتنا وتنكافحوا وتنخدموا هذا الشيء الرزيزة والخبز، نخدموا هادشي الفطائر، الحمد لله كنخدموا على وليداتنا وهاد الخدمة شريفة، وخا البيع شوية ناقص واخا هذا الحمد لله، كنا برا على الشارع كنبيعوا عاوتاني دخلونا لداخل داروا لنا مبادرة وطنية والحمد لله، مرة يكون البيع مرتاحين الحمد لله، كنبيعوا ونشريوا مرة كنشري البيع نبيعت الحمد لله. هذه المناسبة نقدم تحياتي للمرأة المغربية والمرأة العالمية بصفة عامة، وكنقول باللي المرأة ناضلت في حق الراجل، في حق الطفل، في حق بلادها، ناضلت قومات باش حرت بلادها، وقومات من اجل اي مشروع مستجب، هي كدير الايجابيات اكثر من السلبيات. والمراه كنهنيها بهذا اليوم العالمي، وكنهنيها الف تحيه وتحيه للمراه، باللي المراه عندها واحد القيمه كبيره بالنسبه للرجل وقويه، والقوه ديالها تجلات في تربيه ولادها باش يكونوا تربيه حسنه ويكونوا رجال الغد، وتجلات بحال هذه المشاريع البسيطه اللي كتقوى بها المراه. والله يخلي لنا الناس المسؤولين والناس اللي كيقدمونا وكيدعمونا، وميرسي وشكرا. بالنسبه للمراه راه هي نصف المجتمع كما كنقولوا، والمراه كما كانش راه ما غاديش يكون الراجل، يعني المراه راه هي اساس المجتمع. وكنشكروا اليوم اللي اختاروا علينا يعني باش يحتفلوا بنا ويقدرونا الرجال. شي رساله توجيها للشابات وسيدات المستقبل، شنو تقولي لهم؟ ايه يهتموا براسهم ويحافظوا على راسهم، ويعني بقاو غادر في التطور يعني مزيان، وما زعما ما يخسروش وجوه النساء الاخرين. شكرا. تبارك الله عليك، وحنا كنبغيو نقدموا لك واحد الهديه رمزيه بمناسبه هذا اليوم هذا، وتقبليها من الله. الله يرضي عليك. شكرا. رمزيه جدا، وتبارك الله عليك.